ومن المنيسي مباشرة إلى الأستاذ خالد الأتريبي. جاهزين يا شباب ولا جاهزين؟ جاهزين، يبقى يلا على طول نروح مباشرة إلى السعودية ونطمن على البعثة. منا قالت لنا كل الأخبار الخاصة بالبعثة، خلينا بقى نشوف على الواقع. ومباشرة من جدة الأستاذ خالد الأتريبي معانا على سكايب. أستاذ خالد، مساء الفل يا كابتن اسلام، مساء الفل يا كابتن هاني، بس عليك وعلى كل مشاهدين قناه الاهلي. احنا جاهزين على طول يا كابتن اسلام. انا عارف يا نجم ان انت جاهز، يا سلام. انا بس مفتقدك يوم الاثنين. جاي لك ان شاء الله الاثنين اللي جاي. يعني بتخلع ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا موجود يا كابتن، موجود. تنور يا نجم. قول لي اخبار الدنيا ايه واخبار البعثه ايه، خصوصا في ظل هذه الاجواء وفي ظل هذه يعني النهارده كانت البعثه موجوده في عند القنصل العام المصري. الحقيقه اجواء رائعه في جده. طبعا طبعا الفكره كلها واللي كانت مسيطره على الجهاز الفني وعلى الكابتن محمود الخطيب كابتن اسلام، هو خلاص عدت مباراه فلومينينزي بحلوها ومراها، وحتى لو كان عندنا فرصه ان احنا نوصل للنهائي وده كان انجاز برضو. البرونزيه دي انجاز، البرونزيه للمره الرابعه دي انجاز يا كابتن اسلام، خاصه لو حطينا في اعتبارنا ان دي اخر نسخه من الممكن هتكون بالشكل ده. بعد كده هتبقى 32 فريق، واللي جاي صعب، واللي بيقارن من البرونزيه دلوقتي يا كابتن اسلام من الممكن في انديه كبيره جدا في اوروبا وفي امريكا ما يقدرش اصلا ياخدها. وبالتالي انت بتتكلم على انجاز انك تضيف برونزيه رابعه في سجلك التاريخي، دي حاجه مهمه جدا جدا. وهو ده الاطار اللي بتعمل عليه او على اساسه بعثه النادي الاهلي هنا. في تركيز شديد جدا من مارسيل كولر، يمكن في راحه بالنسبه للاعبين، في يعني ما فيش عمل اي شيء النهارده الا الراحه، بسبب انك كنت مضغوط طول الفتره اللي فاتت. طول الفتره اللي فاتت ما كانش في اي وقت لاي فواصل زمنيه لانك تاخد راحه ما بين المباريات. هو كان النهارده الوحيد اللي ممكن انت تاخد فيه راحه عشان بقى تستعد في اليوم الاخير لمواجهه اوراوا الياباني. وبالتالي كان الكلام كله اكثر معنوي مع اللعيبه النهارده، ازاي انك تفضل مستعد، ازاي انك تفكر في الفريق المنافس، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه باذن الله يا كابتن اسلام. طيب خالد، من خلال وجودك هناك عايز اعرف كمان شعور اللعيبه. كلنا كنا زعلانين واللعيبه كانت طلعت زعلانه، اليومين اللي فاتوا اتقضت ازاي بالنسبه للاعبين؟ وبنتكلم كمان على مستوى الجماهيري، على مستوى الجماهير اللي كانت دايما الحقيقه كانت سباقه بالوجود في الاستاد. كمان يعني قبول الجماهير على حضور هذه المباراه ان شاء الله اليوم الجمعه هيكون ازاي؟ يعني هو طبعا اي في لو نتكلم على الشق الاولاني او جبت السؤال الاولاني، هو ده دور بقى المدير الفني ودور الطبيب النفسي في اعداد اللاعبين نفسيا واللاعبين الكبار يا كابتن والخبرات عندنا. واضح جدا من حتى تصريحات اللاعبين بعد المباراه مباشره، قال لك احنا حسينا ان احنا كان عندنا امكانيه ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، انما قدر الله وما شاء فعل وان التوفيق هو اللي تخلى عننا. وبرده كان في جزء منه تحكيم، انما في الاول وفي الاخر انت لازم تبص لقدام. دي عاده لعيبه النادي الاهلي اتعودوا على كده، ان احنا ما نقفش كتير عند اي خساره او اي تعثر ممكن يحصل، بتنهض وتقوم على طول علشان تقدر تستعد وتقدر تكمل مشوارك. ان شاء الله انا حاسس ان لعيبه النادي الاهلي خلاص استعادت اللياقه الذهنيه دي واستعادت الامر النفسي بشكل كبير. كان ظهر حتى في التمرين امبارح يعني بدايته كانت فيه تنشانه شويه، انما كلام الكابتن محمود الخطيب، كلام مارسيل كولر مع اللاعبين فك الامور شويه، والاستعداد كان شغال على قدم وساق للمباراه. ويعني ان شاء الله حاسس ان الامور هتبقى مختلفه، خاصة كمان انك بتلعب بفريق نفس الدوافع كابتن اسامة كابتن هاني، نفس الدوافع بالظبط. هو خارج برضه بخسارة من مانشستر سيتي، انتوا الاثنين قدامكم دافع انك هي الميدالية انك ترجع بيها. بالعكس يمكن دوافع النادي الاهلي اكبر لانه هو المتمرس اكتر، دوافع النادي الاهلي افضل كمان لانك واخد يوم راحة اقل من او راحة زيادة من اوراوا. شئنا ام ابينا منافسة مانشستر سيتي
كانت اقوى من منافسه فلومينينزي. فانا واحد بلا شايف ان عوامل النادي الاهلي افضل من عوامل اوراوا اللي قبل الماتش، وكمان الدوافع انت هتكون عندك الجماهير اكتر كمان في ارض الملعب. الحقيقه جماهير الاهلي بتحقق هنا ملحمه كبيره جدا، وعايز اقول لك هنا ان بشكل كبير كل ما تمشي في مكان بتلاقي الناس بتكلمك على ناس السعوديين بقى، وحتى مش السعوديين، الناس اللي بتشتغل هنا من جنسيات اخرى، كله كان متوحد خلف النادي الاهلي، وكله كان زعلان من جزئيه امكانيه الفوز وضياع الفوز بسبب عدم التوفيق، وان النادي الاهلي عمل مباراه كويسه. فخد بالك من جزئيه ان الكل اللي حواليك سواء اعلام عالمي سواء جمهور سواء الجماهير هنا في البلد كله بيقول لك انك قدمت مباراه كويسه والتوفيق هو اللي تخلى عنك. فانت بتراهن بقى ان شاء الله ان التوفيق هيكون معاك في المباراه دي، يعني احنا ان شاء الله نتمنى ونتمنى من ربنا انه طيب. التوفيق اللي تخلى عننا في المباراه اللي فاتت يكون معانا في المباراه دي. خالد طيب نروح للناحيه الفنيه شويه وسريعا جدا، هل من الممكن ان نرى تغيرا في التشكيل خلال المباراه القادمه؟ التغيير الوحيد اللي قد يكون موجود ممكن يكون في وسط الملعب، يعني ممكن يكون في تغييره واحده بس، تقصد اسم واحد بس يعني؟ ممكن. هتشوف مدى الجاهزيه برضو لعلي معلول، علي معلول جاهز مفيش مشكله، انما هل ممكن يكون في مفاضلات؟ هل الخبره تعمل دور؟ هل كريم الدبيس ممكن يكون ليه دور؟ يعني لسه مش باينه، هو هيبان بكره في تمرين بكره باذن الله. انما احساس انا الشخصي هكون هي هو تغيير مركز واحد في وسط الملعب. الحاله الفنيه والبدنيه لنبيل كوكا احسن كتير جدا من المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت كان مصر كولر بيقول انه كان جاهز بس خايف انه يجازف بيه، بعد 3 ايام المفروض من المباراه اللي فاتت يكون جاهز. هو شارك المفروض في التدريبات بشكل كامل باذن الله. بكره هتشوف حالته هتبقى عامله ازاي، لو هو حالته كويسه قوي اعتقد ان هيكون ليه حظوظ انه يكون موجود. ممكن يكون ديانج يظهر في وسط الملعب، يعني هي تغييره واحده في وسط الملعب ممكن تكون موجوده. انما بطمنك على حاله كهربا، كان في كلام اتقال طبعا انه واخد انذار، ده مش صحيح. كمان بطمنك عليه انه الحمد لله جاهز من الناحيه الطبيه والفنيه، ما فيش اي كلام، لان كان في بعض الناس برضه مسكت كهربا شق مسكه من ناحيه الانذار وشق مسكه من ناحيه الاصابه، هو لا عنده انذار ولا هو مصاب، والامور كويسه الحمد لله. يعني بالنسبه للاصابات الحمد لله، حتى كوكا يعني ان شاء الله بكره نطمن عليه، لكن كل السكواد جاهز، كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير ان شاء الله لمباراه يوم الجمعه ان شاء الله. كلهم جاهزين الحمد لله ومفيش اي مشاكل خالص. اذا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا خالد الاتربي على كل هذه المعلومات من جده. الحقيقه خالد الاتربي قال لنا على كل اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي.